مجموعات من تنظيم داعش على أراض في شمال محافظة إدلب بعد أيام فقط من دخول قوات تركية إلى المنطقة. وقد تمكن مسلحو داعش من استعادة أراض في المحافظة على إثر اشتباكات مع تنظيم آخر، وذلك بعد نحو 4 سنوات من طردهم من المنطقة. قالت مصادر محلية إن إرهابي داعش سيطروا على قرية باشكون بعد اشتباكات مع تنظيم هيئة تحرير الشام التي تدعمها تركيا.